دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى طريق بلبيس، هنزور هناك أول مصنع مرخص في مصر لتجديد إطارات سيارات النقل. المصنع أنشأه 2 من الأصدقاء، محمد يوسف وهو كيميائي، والمهندس المتخصص في الاتصالات محمود الخشن. هم شافوا الصناعة في المملكة العربية السعودية وقرروا نقلها لمصر، وبالفعل أنشأوا مصنع مرخص ومطابق للمواصفات القياسية المصرية. خليكم معنا. لما نعرف إن مصر بتستورد إطارات سيارات ملاكي ونقل بحوالي 15 مليار جنيه سنوياً على الأقل، يبقى ده تحدي رهيب ولازم نتحرك لمواجهته ودعم كل رواد الأعمال اللي بيتجهوا لصناعة الإطارات، ولكن بمواصفات قياسية، لأن الكاوتش أو الإطار ده باختصار شايل أرواح وبضائع بمليارات الجنيهات يومياً. دلوقتي حضراتكم في المصنع الأضخم في مصر لتجديد إطارات السيارات النقل العملاقة، التريلا والقلابات والخلاطات والتنكات وغيرها، يعني العجلة أو الفردة تدخل كده زي ما حضراتكم شايفين في المصنع، تقريبا نقشتها انتهت ولازم تتغير وتخرج بالشكل المبهر اللي حضراتكم شايفينه، زيرو تقريبا، وعليها علامة إنه إطار مجدد بنقشة جديدة وترميم كامل وبضمان 80,000 كيلو متر على الأقل، وده طبعاً بيوفر يمكن 70% من تمن الإطار اللي بيوصل سعر الفردتين الجداد منها النهاردة للعلامات التجارية المحترمة فوق 50,000 جنيه. المصنع اسمه البيان، أسسه كيميائي اسمه محمد يوسف وشريكه مهندس اتصالات اسمه محمود الخشن، والمصنع موجود بطريق بلبيس الصحراوي على بعد دقايق من مدينة العبور، وهو أول مصنع مرخص لتجديد إطارات السيارات النقل العملاقة ومطابق للمواصفة القياسية المصرية اللي أصدرتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وبيجددوا 10 مقاسات من الإطارات العملاقة وبنقشات خشنة وناعمة حسب كل نقل واحتياجاته. وما تنسوش كمان إنهم بيحافظوا على البيئة، لأن الكاوتشوك مادة مستحيل تتحلل بمرور الزمن. المصنع بجد مختلف ونجح في الفوز بثقة كل سيارات النقل في مصر والشركات والهيئات الكبرى اللي بتمتلك أسطول من سيارات النقل. تعالوا في البداية نقابل الكيميائي محمد يوسف رئيس شركة البيان لتجديد إطارات السيارات، وبالمناسبة هو تخرج في كلية العلوم بجامعة الزقازيق سنة 2000، تخصص مايكروبيولوجي وكيمياء حيوية، وبدأ حياته العملية في شركة ممفيس للأدوية، وبعدها توجه سنة 2008 للعمل في المملكة العربية السعودية، والصدفة قادته للعمل في قطاع المبيعات في مصنع شهير جداً لتجديد إطارات السيارات. وفي سنة 2013 قرر الرجوع لمصر بالاتفاق مع شريكه المهندس محمود الخشن لتأسيس مصنع تجديد الإطارات المصري. هي صناعة كبيرة في العالم وصناعة موجودة في مصر، مظبوط، ولكن قطاع غير رسمي. حضرتك حولتها لقطاع رسمي، تمام، تراخيص الدولة معترفة بحضرتك، أكبر شركات في مصر محلية وعالمية طالما بتشتغل في مصر تعتمد على حضرتك. إزاي بقى بتحول ده بكل الهلك اللي فيه ده والكيلومترات اللي مشي فيها لإطار زيرو زي ما احنا شايفين؟ مبدئيا كده احنا بناخد الكاوتش القديم بتاع النقل، بنفحصه فحص مبدئي، نشوف الكاوتش ده ينفع يتجدد ولا لا. نفع يتجدد ببدأ فيه خطوات التجديد كلها، من اول ان انا بعد ما افحصه بشيل النقشة القديمة خالص وابدأ بتمسحها. بمسح النقشة القديمة خالص، تمام، وابدا اذا كان في اخرام ولا باتش ولا حاجه زي كده بصلحها، في مشاكل في السلك برفضها، لو ما فيش مشاكل في السلك بجددها زي ببدا املى الفراغات اللي انا عملتها ديت بماده لازقه مطاط طبيعي، وابدا اركب نقشه جديده عليها وادخلها جوه الفرن، تقعد جوه الفرن 4 ساعات تحت ضغط وحراره تطلع بالمنظر دوت. نقشه جديده بتتجاب منين دي؟ بتتجاب من دول كتير قوي، نتمنى نصنعها عندنا في مصر. بتستورد النقشه دي؟ بستورد النقشه دي، تمام، من دول اوروبا، من شرق اسيا، بس اوردها من هناك وبجددها وبركبها. بس انا عايز اعرف حاجه، اتفضل. انا كصاحب عربيه نقل ما
معروف ان انا كل مكان في العربيه ليه النقشه بتاعته. ده اكيد طبعا. الكاوتش بتاعه ده اكيد طبعا. اللي يستحمل الجر واللي يستحمل الجري واللي يستحمل شد العربيه. مظبوط. هل انت بتراعي الكلام ده ولا كل العجل بيجي لك نقشه واحده؟ لا، حسب المكان ذكر فيه العربية الفرده وحسب الحموله بتاعته والمكان اللي بيمشي فيه. النقشه دي سهل انك بتستوردها من بره؟ وليه ما حدش عملها في مصر يعني؟ ده كاوتش يعني. ما هو النوهاو بتاعته بقى، عشان النوهاو بتاعته طريقه تصنيعه لسه ما حدش عارفها هنا في مصر. ارجع معاك بقى الحته كده افهم الكيميائي محمد يوسف دخل المجال ده ازاي؟ انا اصلا كيميائي، كنت شغال في مجال الدواء، وسافرت السعوديه اشتغلت في مجال تجديد الكاوتش في المبيعات، وشفت النشاط دوت وعرفت ان هو بيحافظ على البيئه، فحبيت ادخله في مصر هنا. جيت في مصر كافحت سنين على ما خدت الموافقات بتاعتي كلها واعتماد كليه. سهل يعني؟ هو في تكنولوجيا ولا بيعتمد على ايه؟ هو بيعتمد على اهم حاجه بالنسبه لنا مهاره العامل اللي بيشتغل فيها. ده اهم نمبر 1 العامل. وكان موجود العامل اللي عنده مهاره ان يبص على الكاوتش اللي جاي بايظ يقول ده ينفع او ما ينفعش؟ هو في البدايه ما كانش موجود في بره مصر ناس متدربه كده، لكن في مصر ما فيش الكلام دوت. بس الحمد لله احنا جبنا ناس من مصر وعلمناهم، والحمد لله بفضل الله يعني بقى يضاهوا احسن من الناس اللي بره بكتير يعني. خلي بال حضراتكم، الاطارات اللي بيجددها مصنع البيان مقاساتها 1200 على 24 و215 على 22.5 295 على 22.5 و750 على 16 وده الجامبو، و1100 على 20 و1000 على 20 و1000 على 15 و12 على 22.5 و1200 على 20 و900 على 20، يعني 10 مقاسات بالتمام والكمال بترجع تقريبا زيرو بتلت الثمن. تخيلوا طاقة المصنع هنا كم فردة يعني؟ احنا طاقتنا الانتاجية تقريبا توصلها من 1500 ل 2000 فردة شهريا. طب اسألك سؤال، احنا حجم الاستثمار هنا قد ايه في مصنع زي ده؟ وايه المعدات اللي حضرتك بتستخدمها فيه؟ هو حجم الاستثمار يعني مش هيقل عن 25 مليون دلوقتي. 25 مليون جنيه؟ والمعدات تقريبا 10 ماكينات غير الخامات. دي كلها مستوردة منين بقى؟ احنا استوردنا المكن من الصين. الصناعة دي معداتها موجودة في العالم ومعروفة؟ موجودة في كل العالم دلوقتي. الأمان بقى؟ ده أهم شيء بالنسبة لنا. طمني. بالنسبة لعوامل الأمان عندي أنا فعليا ما ببيعش الكاوتش إلا لما أكون عارف العربية اللي هيركب فيها الكاوتش ده حمولتها إيه. ما ببيعش للتجار، ببيع للمستهلك الإند يوزر. لأبقى عارف صاحب العربية. صاحب العربية. صاحب مكتب بالزبط. العربيات. بالظبط كده. لازم أكون عارف الكاوتش اللي هياخده هيركبه فين بالظبط، ولازم أعرف حمولته إيه بالظبط. ده أولا. ثانيا، هو مين بيلتزم بالحمولة هنا في مصر يا عزيزي؟ عشان بديله ضمان. لازم اديله ضمان عشان افعل الضمان بتاعه. ضمانك قد ايه؟ 8 شهور. 8 شهور؟ ايوه. مش كيلومتر؟ او 80,000 كيلومتر. يعني 8 شهور او 80,000 كيلومتر. ده أيوة. الضمان بتاعك. الضمان بتاعي. طب انت بتديني ضمان على كام كيلو العربيه الحموله بتاعتها؟ لغايه تقريبا 30 طن. انت شروط الضمان بتاعتك ايه؟ قول لنا شروط ضمانك عشان تاخد مني الكاوتش بتاعي انا كمكتب او كصاحب عربيه، والعربيه دي مش رخيصه النهارده، دي بتدخل لغايه 6 مليون جنيه. مظبوط. وبتستلم مني كاوتش عربيه انا بعطل عربيتي لو ما عنديش كاوتش بديل، وبستنى لما حضرتك تسلمني بعد 4-5 ايام الكاوتش بتاعي من جديد. تمام. انا شروط الضمان اللي بديها لك، لازم تكون الهواء بتاع الفرده مظبوط اللي مكتوب عليها، انا بقولش هوا من عندي، المكتوب على الفرده الجديده. حمولتك مظبوطه، بتمشي في طرق محترمه يعني، طرق ينفع تمشي عليه، بس مش اكتر من كده. طب لو انا بدخل مدقات وصحراء تقول لي من الاول اديك نقش تنفع معاك؟ على فكره في اوروبا لازم سيارات النقل تبقى مركبه اطارات معاد تجديدها عشان يحافظوا على البيئه باعاده التدوير ليها. وبالمناسبه في مصنع البيان كل اطار سياره نقل ليه باركود بيدخل بيه المصنع عشان عمليه التتبع تبقى سهله، وبيخرج بنفس الباركود عشان يضمنوا انه نفس الاطار. حضرتك قلت لي انا في السعوديه شفت صناعه كبيره قوي اللي هي صناعه التجديد للاطارات. بالظبط كده. ايه الفرق بيننا وبين السعوديه في هذه الصناعه دلوقتي؟ الحمد لله احنا يمكن يكون فوقنا فيهم في الكواليتي، ما شاء الله عليك. لكن كميه المصانع لا، هم اكتر بكتير جدا مننا. كيميائي محمد يوسف اللي نجح بشكل كبير جدا، ربنا يحميك. الله يبارك انت وشركائك هنا، ولكن ما تشتغل لنا برضه بنفس الجوده دي على الملاكي، ودخل المكن ده وهاته، محتاجين الكلام ده. ده ملايين الاطارات بتترمي. الدوله توافق وانا جاهز باذن الله، يعني ابدا تنزل المواصفه القياسيه للملاكي وابدا اشتغل فيها باذن الله. يعني هو طبعا مواصفه بس، مواصفه واعتماد بقى من هيئه التنميه الصناعيه وتراخيصك، اخد ترخيصي كامله واشتغل، انا ما عنديش ادنى مشكله فيها. اسالك سؤال برضه. اتفضل. الكاوتش بتاعك ده انا مش ممكن كراجل صاحب محل اطارات اعرض الكاوتش بتاعك ده واقول له ده زيرو؟ انا بحط عليه علامه ان هو مجدد، اللي هي البيان اللي انا شفتها. ايوه تتحط عليه، ما ينفعش تشال لما الفرده تنتهي خالص، لو اتشالت تبان في الفرده. الجهات الدوله اللي عندها اساطيل نقل
ده عندهم اصيل جبار. اه طبعا انا فوجئت بالارقام اللي عندهم يعني. محدش لسه استعان بالفكره، كله بيشتري جديد. بدأنا نجرب في بعض الشركات الحكوميه والنقل العام، ولسه مستنيين بقى ان هم الاجازه بتاعتهم ان هم يقولوا الكاوتش بتاعنا نفع معاهم ولا لا. بقالوا معاهم تقريبا اكتر من شهرين راكب معاهم والحمد لله مفيش اي مشاكل خالص. انت حضرتك هتطور وقلت لي هطور صح؟ ان شاء الله. رايح لفين؟ انا عايز اوصل لكاوتش الطياره باذن الله. والله في الخطه عندنا واللوادر وشركه مصر للطيران مها اولى. بالظبط، اولى توفر المليارات اللي ممكن تتصرف. دي عايزه اتفاقيات وان شاء الله ربنا يستر عليها الفتره الجايه باذن الله يعني. موضوع الطيارات، انما الستيب 1 اللي هو بتاع اللوادر والكلام ده كله داخلين فيه قريب باذن الله يعني. انت محتاج ايه في ظهرك؟ لا محتاج دعم الدوله وان الناس تفعل. دعم الدوله ازاي؟ انت مثلا مبادرة البنك المركزي بتاع دعم المشروعات ما خدتهاش؟ على الفلوس. طب انت استفدت بالمبادره دي اولا؟ طبعا الحمد لله استفدت بيها. استفدت بيها بكام بقى؟ تقريبا 10 تقريبا. ده من انهي بنك؟ من كذا بنك. من كذا بنك وكل واقف جنبك وامن بالصناعه دي خالص. تمام كده الدوله كدعم للمشروعات مؤمنه بالصناعه بتاعتك، والدعم بقى قوانين زي اوروبا زي امريكا لما منزله قوانين لازمه بالتجديد عشان ملزمه بالحمولات. الحاجات دي كلها تفرق معانا في الكاوتش. لما نلتزم بالحموله ونجبر الناس على التجديد هنحافظ على البيئه ونزود الكاوتش اللي بيتجدد ونفتح افاق كتير لناس، مصانع كتير تشتغل وعماله كتير تشتغل في مصر. مين جهه الرقابه اللي تقول ان الكاوتش ده يجاز في عدد الاستخدام؟ الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات في عندها معامل متخصصه فحصت الكاوتش بتاعنا واجازته. يعني ايه؟ ما كل كاوتش حضرتك بتوديه هناك لا بياخدوا عينات عشوائيه من عندي ويجددوا. بياخدوا عينات عشوائيه بالظبط كده. بس اعتمدوا كل المقاسات اللي حضرتك بتعملها الحمد لله انها مطابقه للاصل. بالظبط كده صح كده. انا كده باخد من عندك شهاده انها مطابقه للاصل. بالظبط بعد تجديده. بالظبط كده، مطابق للمواصفه ومطابق ان هو يشتغل ومفيش اي مشاكل فيه خالص. دلوقتي هنقابل المهندس محمود الخشن الشريك المؤسس لمصنع البيان لتجديد الإطارات والعضو المنتدب، وهو مهندس اتصالات تخرج في هندسة الزقازيق سنة 2003 وعمل في مصنع سامسونج للأجهزة الإلكترونية، وفي سنة 2009 توجه للعمل في المملكة العربية السعودية ورجع لمصر سنة 2017 بعد نجاح الكيميائي محمد يوسف في تأسيس مصنع تجديد إطارات النقل بعد لما تعرفوا على الصناعة في المملكة العربية السعودية وقرروا ضخ استثماراتهم فيها. أنا عايز أتناقش مع حضرتك في موضوع شديد الأهمية. إحنا عندنا قوانين لتحديد الحمولات، مفيش جدال إن أي حد بيعدي جنبه عربية نقل بيبقى مرعوب. أكيد. من منظر العربية والحمولة اللي عليها اللي هي أكيد غير مطابقة للحمولة بتاعتها. ده مشكلة كبيرة جدا في كل حاجة. يعني عدم الالتزام بالحمولات ده طبعا بشكل مباشر بالنسبة لنا إحنا مشكلة للكاوتش نفسه، لأن دوت يعني بيبقى شغل يعني اوفر ريتد على المصنع ليه الكاوتش اصلا. يعني اي اطار نقل هتلاقي مكتوب عليه من الجنب ان الحموله القصوى للفرده الواحده 4 طن، ده في احسن حالاته يعني. فطبعا مع عدد الكاوتش اللي موجود في العربيه فهتبص تلاقي ان الحموله القصوى بالاضافه لوزن العربيه هم هنا بيحملوها ضعفين وثلاث اضعاف الحمولات دي، فده طبعا خطر جدا على الكاوتش نفسه حتى لو هو جديد مش مجدد. بس في جزء تاني في شق تاني طبعا كسيفتي، لان العربيه اللي ماشيه محمله حموله زياده دي حمل على العربيه وعلى السسبنشن والعفشه بتاعه العربيه وعلى الفرامل. مسافه التوقف بتاعه الفرامل اكيد بتختلف بنسبه كبيره جدا لو الحموله زياده او لما العربيه النقل ما عرفتش تقف وشالت 17 عربيه يا جماعه. بالظبط يعني ده انا بسبب اعتقد انه مش عارف انا ما اعرفش الملابسات بالظبط، بس اعتقد بنسبه كبيره جدا السبب هتلاقيه اكيد حموله زايده لانه ما قدرش يقف في الوقت الكافي. بالاضافه طبعا لشويه سلوكيات بقى المسافات الامنه والمش عارف ايه والكلام ده برضو حاجات بتاثر كتير، بس الحموله لها عامل اساسي. ثالث حاجه على الطرق نفسها، يعني الحموله الزياده على طريق الطرق بتبقى مصممه لحمولات معينه اللي هي اللي موجوده في القانون، بيبقى في فاكتور اوف سيفتي محطوط زياده انها تشيل حمولات زياده بس في حدود معينه. احنا هنا بنكسر الارقام دي بشكل اكبر بكتير. هو انا كضابط مرور او كرجل مكلف من الدوله بان انا اخد بالي من العربيه النقل وهي جايه عليا ملتزمه ولا مش ملتزمه؟ تمام. المفروض اركز معايا وهو جاي. الحموله بتبقى باينه ده اولا، ثانيا المفروض ان هو بيبقى معاه موازين، يعني المفروض الطرق الاساسيه كلها عشان يمشي عليها لازم يوزن وبيدفع الغرامات بتاعه الموازين دي. مش المفروض ان هو يدفع غرامه بس، المفروض ان هو لو حمولته اكتر من ليميت معين، يعني ممكن مثلا سي سماحيه مثلا 10%، لو هو اكتر من ال 10% دول المفروض انه ما يمشيش على الطريق، لان هو كده مش بيضر نفسه بس وبيضر الناس اللي على الطريق، بيضر الطريق نفسه اللي هو اسيت للدوله.
خلينا نقول حاجة مهمة، تجديد إطارات السيارات النقل مهنة قديمة في مصر، ولكن بتتوقف على مهارة العامل ومدى تقييمه لفردة الكاوتش وهل ممكن تتجدد ولا لا. ولكن للأسف بعض الورش الصغيرة بتجدد أي كاوتش والسلام، وبالتالي بتتعرض العربية النقل والطرق اللي ماشي عليها والحمولة للخطر، ده كمان بخلاف تهديد أرواحنا، ودي كارثة كبيرة ولازم قرارات حاسمة ومراقبة لأي ورشة بتشتغل في تجديد إطارات النقل. إيه نصيحتك لكل واحد بيسوق عربية نقل؟ يعني يعمل إيه عشان يوفر لنفسه؟ أنا معرفش أنا بنصحه ليه، بس لازم نأكد عليهم. يعمل إيه عشان يوفر لنفسه وفي نفس الوقت يبقى ماشي آمن على الطريق، هو مش قلقان؟ السواقين عندنا في مصر، أنا من وجهة نظري الشخصية يعني، من أعظم السواقين في العالم كمهن، يعني كسواقين. أيوة طبعاً، مشكلتنا كلها في الالتزام. إحنا عندنا للأسف في ناس كتيرة مش ملتزمة بالقوانين. طب قول لي يا باشمهندس محمود، أنت راجل مهندس اتصالات، إيه اللي عجبك بقى في الشغلانة دي وخلاك تدخل وترجع مصر وتضخ اقتصاد فيها واستثماراتك كلها موجودة في هذه الصناعة؟ حسيت إن حاجة بروميسنج، يعني حاجة يعني صناعة واعدة مش موجودة عندنا، بتوفر كتير، وبعدين فيها جزء أخلاقي وجزء مادي. يعني الجزء الأخلاقي حفاظ على البيئة ويعني تقليل الانبعاثات والحاجات دي كلها وتوفير للبترول والكلام ده كله، وجزء مادي اقتصادي بقى، لأن انت في الآخر يعني الإطار اللي أنا بجيبه من بره وبدفع ثمنه كامل دوت، تمام، لو أنا ما جددتش هدفع كل دور التشغيل عندي رقم مبلغ الإطار كامل طبعا، لكن أنا لما جدده مرة أو اثنين أو ثلاثة بأقل من نص التكلفة، يبقى أنا وفرت في كل مرة نص التكلفة دي. ده بالنسبة للشق الاقتصادي. بالنسبة للشق البيئي، زي ما بقول لحضرتك ان الكاوتش ده من المخلفات الصلبة اللي هي ما بتتحللش، يعني لو اتدفنت في الارض ممكن تقعد مئات السنين ما بتتحللش، فدي مشكلة كبيرة اصلا بيئية. يعني التجديد بيقلل الكلام ده، فاحنا كانت الحرب بتاعتنا في الاول ان احنا ازاي نقدر نقنع الفليتس واصحاب الاساطيل العربيات وكده، ان هو لما يفك الكاوتش بدري 5000 كيلو مثلا عن الميعاد الطبيعي اللي هو متعود يفكه فيه عشان يرميه، ده هيديله حياة اضافية للكاوتش دوره واثنين وثلاثه. طب ايه شروط ان انت تركب كاوتش مجدد؟ ما ينفعش مثلا اركب كاوتش جنب بعضه بارتفاعات مختلفه، يعني طبيعي اختلاف النقشه اكيد هيبقى فيه اختلافات ولو مليهات صغيره ما بين النقشه دي والنقشه دي، او ما بين الفرده دي والفرده دي. بيولوجيك كده، لو في فرده اعلى ولو ب2 ملي من الفرده اللي جنبها، ده معناه ان هي اللي شايله الحمل الاكبر، فده معناها ان هي شايله اجهاد اكتر، فده معناها انها معرضه انها يحصل فيها فيلير اكبر. فده يعني حاجه اساسيه سواء في الكاوتش الجديد او في الكاوتش المجدد. يعني انت شايف ان انا مثلا كصاحب عربيه نقل اجيب لك الثمان فرد ولا ال16 فرد انا حطيتهم مره واحده يتجددوا؟ لا مش شرط، بس هو الفكره كلها انه الكاوتش المجدد اللي بياخده بيكون واخد نقشات زي بعض، تمام، والافضل ان هم يركبوا يا اما كل فردتين جنب بعض نفس النقشه ونفس المقاس، او الافضل انه يبقى اكس كامل. اكس كامل آه. نفس الفرده والله. نفس التجديد نفس النقشه بالظبط. في اماكن هنا في مصر يعني انا بعتبرها الجهات الرسميه للنقل في مصر، بيقدروا يقعدوا مع سواقين، الشركات أعضاء عندهم بتقعدوا مع الناس دي تفهموهم إزاي يدربوا السواقين عندهم على اكتشاف الكاوتش، على التعامل مع الكاوتش، على احترام الكاوتش، وده لازم يحترمه، ده اللي شايله. بنحاول يعني اتكلمنا مع الناس المسؤولين هناك وكده، ان احنا بنحاول نعمل زي يعني حملات توعية وكده للسواقين، ان احنا نجمعهم وكده ونشرح لهم الطرق الايه المثالية، يعني ازاي يقدروا في طريقة حتى السواقة المظبوطة اللي هو يقدر يحافظ بيها على الكاوتش. مصنع البيان لتجديد إطارات السيارات النقل بيوفر لمصر استيراد إطارات بملايين الجنيهات سنويا، وده دور وطني عظيم ولازم ندعمهم. تخيلوا حضراتكم إن الإطار أو كاوتش النقل ممكن يتجدد لغاية 7 مرات، بشرط يبقى أعمامنا السواقين للنقل فاهمين إن مش لازم يجيبوا أخره، يعني قبل ما ينتهي الضمان ب5000 كيلومتر مثلاً يجددوه فوراً، وكمان يلتزموا بالحمولة اللي محددة للعربية، كده هيحافظوا عليها وهيقللوا المخاطر اللي ممكن يتعرضوا ليها، ويحافظوا على إطارات العربية وعلى الطريق اللي ماشيين عليه والكوبري اللي طالعين عليه، ويفتحوا شغل لغيرهم من سواقين النقل من غير ما دخلهم يتأثر. وهي دي الحكاية باختصار، حكاية عظيمة فعلا.
تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يلتقي الشاب محمد أحمد الحداد العضو المنتدب لشركة الحداد للنقل وأشهر صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية سائقي النقل ومساندتهم في مواجهة تحديات صناعة النقل العملاقة، إحدى أهم الصناعات الخدمية الداعمة لجميع القطاعات الصناعية والتجارية.